الخير. في حكمة بتقول الابتسامة هي أقصر طريق لقلوب الآخرين، وفي فلسفة بتقول إنه أفضل أنواع العطاء هو اللي ببلش بالابتسامة وبينتهي فيها. ورغم السهر والتعب والجهود الجبارة، بعدها بتحمل بقلبها نفس الحب وبعقلها ذات الإرادة والتصميم. وعوجها ابتسامة مليانة عاطفة ما غابت أبداً حتى بأصعب الظروف. وبفرح وابتسامة استقبلتنا اليوم لحتى نضوي سوا على بيت أساسه المحبة، حيطانه المشاركة، وسقفه عطاء بلا حدود. ست ليلى، ست الدنيا، أهلا وسهلا فيك ببرنامج ست الدنيا. ميرسي بونسوار. بالأول بدي أسألك، شو سر هالبسمة الدايمة على وجهك وعلى وجوه كل الأشخاص بدوميس؟ البسمة إنه مثل ما الله عطينا، مثل ما خلقنا بسمة، لكن لازم نعطيها، عطينا إياها مجانا، خلينا نعطيها إياها مجانا، لأنه هو لما عطينا إياها ما طلب منا شيء. ولحقين نعبس ولحقين نزعل، ولازم ناخذ بالحياة أحلى شغلة الله بيعطينا إياه وبالحياة، وخصوصا إنه إذا بتفوتي على بيت بتفوتي على محل ما بتفوتي، وإذا ابتسمتي فتح لك الباب كل شيء. أنا هيك بشوف. بتحس الختيار بحاجة لعاطفة وحب وحنين أكتر وابتسامة، أو لملبس وغذاء أكتر؟ لا أبداً، كل شيء بيفيد أكيد، إنه اللبس بهالسقعة وكذا بيفيد أكيد. بس إذا عطيتي وما في ابتسامة وعم تربحي جميلة، يعني ما عملتي شيء. هي البسمة بكفي، لما بتفوتي بتقولي له بونجور بالبسمة فرحتي له نهاره. أنا أهم شيء تعطي بفرح، هيدا هي المهم، مش أنك تعطي وجهك. لا أبدا، فضل ما أعطي. صح أكيد. كلمة دوموس هي اختصار لكلمات، شو هو دوموس؟ هو دوموس أصله مو لاتيني، يعني ميزون، هاوس، بيت، دي لادون، أو أوفر، عمل، أو أونيون، اس ساكريفيس، و ام ام وميديتاسيون، تامل. قديش عدد المستفيدين اليوم بدوميس؟ هلا نحن تقريبا اذا بدهم يجوا كلهم عندنا 55 يا 60 حسب اذا بيسخنوا وكذا عجزه، وعندنا شيء 10 اولاد، شيء 4-5 عيال اللي بيجوا، بس في اكيد عيال ما بيقدروا يجوا بنبعتلهم على البيوت، وفي عيال كمان اولاد ما بعتلهم على البيوت. وقديش هون بيقدر يقوي البيت؟ انا بشوف بيقوي قد ما بده. حلو. قد ما بده، هو مثل المغيطه الاستيك بتمغطيه بساع. كيف بلشت هالفكره عندك مدام ليلى؟ هي بلشت على كترة الأغراض الموجودة بالبيوت. يعني أنا مرة فتت لعندي على البيت على البراد، فتحته شفت فيه من كل شيء كتير، قلت أنا ما رح ناكلهم يعني ورح يضلوا بهالبراد. بلشت فكر إنه في ناس جوعانة وعم بتفتش على وقت أكل. رحت على الكنيسة وقلت له للأبونا إذا إجيك ناس أنا بقدر أعطيهم وقت أكل. نعم. من شو؟ مش مشان ما تفكري انه شيء مش منيح، بالعكس، انه اذا اكلت مثلا اليوم بازيلا ورز وبقي بالطنجره بازيلا، ليش بدي اتركهم بالبراد؟ مزبوط. رحت عند الابونا وكل شيء هيك من كل طبخه النهار يعني بلا دجور، اخذ له اياهم ويجوا لعنده ما في مصاري نعطيهم الوقعات، وبلشنا هيك. وبعدين رحنا على البيوت اعطيناهم بالبيوت وشفنا كثره العالم، فتحنا المركز. حلو، برافو. لانه حتى بالتياب الاكل مش بس اكل، يعني انه كل شيء عندك افتحي خزانتك. انا فتحت خزانتي قلت انا كلهم هدول بدي البسهم كلهم فوق بعضهم، ما رح يصير البسهم كلهم فوق بعضهم. اوكي في كم وحده اكيد، بس كلهم خليني اقيم اغراض اكيد بتساعد محتاج فيهم. قلتي لي كمان انك بتروحي على السوبر ماركت مع الفري اللي بيطلع كادو مع الزيت. هيدي اول ما فتحت ما معي زيرو دولار، لقيت لك صفر دولار. نعم. وفتحنا واجوا العياد وكذا، قال لي برجاك شو بدنا نعمل يعني انه بدنا نساعد كذا. قلت له ريكرارو انا بروح على السوبر ماركت بدي زيت مازولا، بدي كريسكو، بدي رز بيعطوا واحد كبير 5 كيلو بيجي واحد صغير، هيك قصص.
قلت له راح روح على السوبر ماركت، انا راح اشتري حاجتي وكل شيء فري راح اجيبه على المركز. على شهرين، على شهرين ثلاثه عملت هيك، قدرت وزع على العياد مونه لكل الاختياريه. اكيد ما كانوا هالقد، كانوا بعدنا مبلشين، كانوا اقل. نعم. بس عملت لهم يعني مونه من كل شيء اسمه مجانا بالسوبر ماركت. كل شيء بيتحضر، المونه يلي بتتحضر، والهدايا يلي حضرتكم بتعملوها، والشغل يلي بيصير نهار الاربعاء بالتحديد، يلي هو تحضير لنهار السبت وتحضير لايام ثانيه، رح نشوفهم سوا بهالريبورتاج وبنرجع منتابع سيره الدنيا. لي 11 سنة متطوعة بالجمعية لخدمة الختيار، وأنا بحب أعطي الفرح للختيار. بيجي كل نهار أربعة وكل نهار سبت، تحت نهار الأربعة منغلف لهم رز وسكر ومعلبات وهيدا، ونهار السبت منغديهم وبنعطيهم كونجولي. الكونجولي هو على 3 أيام، يبقى إشياء أكل مفرز بيأكلوه على 3 أيام. المؤسسة ما بتقدم لنا شيء، نحن بس بنقدم شغلنا ومحبتنا للختيار. شغلي بيرتكز على الديبو، نضل نعمل جردات الديبو، التياب اللي جايين بيجونا تياب منزبطهم منعربهم، كل طاي قديش بده يكون للختيار. في عنا أوضة مليانة تياب، وكل نهار سبت موزع لهم تياب نحن. يبقوا اخذوا تياب وسرامه وانوراكات وحرمات وهالاشياء كلها تبقى مليانه بالديبو عندنا، بنطلعهم وبنصير نوزع لهم اياهم كل نهار سبت. هلا فتره الاعياد عم نلف لهم كادويات، بنعطيهم بيش دو نويل، بنعطيهم كادويات لكل شخص له هو، بنعطيهم شوكولا وهالاشياء هيدي كلها. هيدي فتره الاعياد بنعطيهم اياها. من ورا الاعياد على راس السنة بناخدهم بنسهرهم برا، بنوزع لهم كوتيونات وبيسهروا ليلة راس السنة برات البيت. اللي بيجي على الدوموس تقريبا 10 سنين، تعرفت على بير جورج بمدرسة هو الأموني فيها، وكنت اجي من وقت لوقت. هلا صار عندي فراغ، تركت التعليم، عم بيجي عم مارس طريقة اسرع اكثر. بقى بنخدم الختياريه، بنشوف شو بدنا نعطيهم شو بدنا نساعدهم. اخر ما في باخر السنة عم نضبط بالديبو، طلع عندنا كثير شقف وقماشات، صرنا نستفيد منهم، نخيط ونعملهم شراشف، نعمل مخدات، نعمل اشياء هالختيارية عايزينها وما قادرين يشتروها. يعني بحس حالي كثير مبسوطة بما انه ما عم بشتغل، انه عم بيطلع مني شغل هيك مفيد بفرحني، يعني بكفي وقت الختيار بيدعي لك. انه هلا كل شخص بيعطيني بشيء، في ناس بيجيبوا ادوية، في ناس بيطبخوا. انا في وقت من الاوقات كنا نطبخ مثلا كل نهار سبت بيكون في غدا، نتعاون كلنا سوا مع بعضنا، كل واحد بيعمل صنف مش انت يكون الغداء، لأن عندنا 60-70 ختيار نحنا كل 15 يوم بدون غداء. أنا أمينة صندوق تبع المركز دومس، وبساعد
مع الأعضاء بتحضير الطويل بالغداء، بضب الكونجولي للختيارية. نحن مندفع اشتراك شهرية، مسؤولة أنا لم الاشتراك من الكل، مسؤولة عن الصندوق، يعني بحطهم بالصندوق إذا إجينا شي مساعدة حطهم بالصندوق وبأيد كل شيء، يعني شو دخل وشو ظهر وشو. وبعد جمعتين عاملين لهم حفلة هون، بعدين نقدم لهم حفلة برا بالمطعم بمناسبة رأس السنة. هاي غير جمعيات ما بيعول، وبأيار منخدهم رحلة منسليهم منضحكهم. في ستتنين مسؤولين يعني بيسلون بيضحكون بيعملون تسلية. تعرفت المؤسسة من وراء ابني كي كوني مدام ليلى شقير. الوغ il m'a dit d'aller essayer. Je suis venue, j'ai essayé, j'ai trouvé que c'était mon rôle. Vous voyez comment? Alors j'ai beaucoup aimé l'association. J'ai commencé par travailler au début, c'était pour apprendre comment faire, comment servir les dames. Alors après c'est fini, je savais où je dois être placée. Madame Laila m'a mis dans la distribution des habits. Alors on déballe les habits, à Rebon par exemple, la chèque et la Seifi. Ou qu'il s'abait Riban, un oiseau, un admabadon, birtotieb. Alors j'ai trouvé que vraiment c'était de tout corps que je fais ce travail. Et après, quand je finis le rôle des habits, je viens donner un coup de main à mes collègues pour la distribution des habits. Nous sommes devenus presque une famille dans cette association. On se connaît très bien. Si quelqu'un est malade, par exemple, nous courons tous pour la voir, pour la visiter. On est devenu l'association d'une famille, la famille de Domus, avec Madame Laila Chair et Père Georges. صار لسنة مبدئيا هون نعمل لهم اكتيفيتي، بنهتم بالاكل، بنعمل شو ناقصهم اشياء كان هون او كان برا. هن 10 اولاد بين 4 صبيان و6 بنات. يعني في تغيير، يعني من 7 سنين ل 14 سنه هلقت اعمارهم. في منهم ميتين أهليهم، في منهم لا. يعني أنا هون اهتمامي أكتر شيء بحسسهم إنه كل شيء بالحياة، يعني الفقدوا أو ما فقدوا، بحسسهم إنه منهم يعني مش بحاجة لشيء، إنه يعني حتى حنان بقدم لهم، يعني بعطيهم أكتر ما فيي. بحس إنه إذا وقت إجي لهون بحس بيتي، بحس بحنان، بحس إنه في شيء ناطرني، أولاد كأنهم أولادي ناطريني بدي اهتم فيهم. تا اقدر اعطي كل اللي بعطيه برا اقدر اعطيهم اياهم هون. حس حالي انه عم نفذ الاشياء اللي عم بعملها برا نفذها انا وياهم هون. بمناسبه كنت انا وبير سالني اذا فينا فيك تقدمي تساعدي الاولاد. اول فتره قلت له لا، لانه ما بحس حالي انه بهتم كثير بالاولاد يعني. بس وقتها قال لي جربي، قلت له رح اجرب بس ما بعرف إذا إيه أو لا. لا، أول مرة جيت ما كتير حسيت هيك بعاطفة، بس رجعت جيت تاني مرة قلت لا تقلع، لازم اللي عم تعطيه برا لازم تعطيه هون، تتحسس الأولاد إنه لو ما عندهم أهل أو إذا عندهم أهل. ما بعرف، أنا كمان كان عندي بنت وتوفي. ما بتحس انه الجمعيه هون عم تعوضك عن غياب بنتك؟ بلا، يعني هون الاولاد ما بي، يعني اكيد اللي بيروح ما في شيء بيعوض عنه، بس ما بتحسي؟ من هيك تاثرت. يعني نتيجه الجمعيه عم تعطيك يمكن حنان انت بحاجه له اكثر ما هالولاد بحاجه له. يمكن من هيك،
من هيك قررت انه بلا ساعده. مفروض كل انسان انوجد يعني بهالدنيا كان عنده ولاد او ما عنده ولاد حس انه في حدا بحاجه له ويهتم فيه. تيتا منيحة الحمد لله. شو اسمك؟ أفدوك. قولي لي قديش صار لك هون بترجع على دوميس؟ من زمان بس ما بعرف امتى. زمان كثير. مبسوطة؟ ايه كتر خير الله. كل قد ايه بتجوا لهون؟ سبت ايه سبت لا. شو بتعملوا غير انكم بتقعدوا سوا وبتتغدوا سوا؟ ناكل ونفوت على التياب وبيعطونا هدايا وبيعطونا اكل كل نهار سبت. بياخذوكم مشاوير؟ ايه كيف لك ايه. لوين بياخذوكم؟ بياخذونا اوقات على المطعم، اوقات مشوار، اوقات مطرح على مدرسه، بياخذونا بيغدونا وبيعطونا هدايا. بترقصوا وبتغنوا؟ ايه ايه. بتلعبوا ورق وطاوله؟ ايه ورق. مين ربحنا من شوي؟ من شوي ما بعرف مين لاعب بالورق. تيتا شو بتحب تقولي لمدام ليلى شقير ولكل اكيب العمل يلي عم يشتغل لحتى يكونوا كل ايامكم حلوه؟ الله يخلي لنا اياهم ويحيدوا بخير وسلامه ويحمل لنا احلى مركز هون، احلى مركز بنروح على غير مطرح. وانت حلوه كثير تيتا. ميرسي حبيبه. ميرسي لإلك ولك والله يعطيك طولة العمر يا رب. ميرسي يا حبيبه قلبي انت يا مرسي. حبيبه قلبي وميرسي وينعاد عليكم كلكم سوا وتضلوا بالصحه وبالعافيه يا رب. جمر شربي جدو بشاره كيفك اليوم؟ احلى نهار شايفه بحياتي. جدو قديش عمرك؟ 81. بس بيناتنا يعني انقص شوي او ادز شوي. العمر كله. ميرسي طول عمرك. قالوا لي انك بتنكت وانك مهضوم وانك بتحكي فرنساوي وانجليزي وشو صحة هالموضوع؟ يعني مثل ما بدك قولي انا متاع كله. جدو شو بتجي بتعمل هون؟ شو بيجي بعمل؟ بيجي بتمثل بالصبايا وبالشباب كلهم وبتمنى كل يوم يكون عندي عيد اجي لهون. شو بيعملوا لكم بايام العيد؟ اول شيء انا برقصوني، ثاني شيء ما بيخلوا شيء الا ما يعطوني، والله يخليهم ويطول عمرهم ويخلي هالمؤسسه دائما مرفوعه. بتحب تقول شيء لمدام ليلى؟ بيقول لي يطول لي عمرها ويخليها بقويتها ويخلي لنا ابونا جورج وكل المجتمعين معها. جدو صار عندك اصحاب بالمؤسسه؟ بتحس انه هالمؤسسه صارت مثل عائلتك وبيتك؟ معلوم يعني هيدا بيتي الاساسي. خي شو حلو. انا مثل اختك؟ لا. مثل شو انا؟ خبرني من شوي كنت عم تقلي قلبك عم يوجعك بعده؟ هلا لا صح. جدو يعطيك طولة العمر. ميرسي كثير. خلي لي اياك يا رب. ست ليلى البيت بيحتوي او بيحوي بس المسنين اللبنانيه او في ايضا من غير جنسيات؟ اجينا من غير جنسيه لما صار في حرب العراق. نعم. وتهجروا كثير اجوا لعنا. اجينا عيال كثير عراقيه وبعدين بفتكر راحوا سافروا على امريكا وكذا توزعوا على البلاد الغربيه. بقى هلا عنا لبنانيه بس انه اذا حدا بده بنساعده ما عندنا مشكله يعني. نعم. كنتوا تروحوا قبل على البيوت وهلا صار عندكم بيت. بعدكم بتعملوا زيارات فرديه؟ بتقوموا بزيارات فرديه بعد لهلا؟ ايه خصوصا هلا بهالحاله اللي بتشوفيها يعني اقتصاديا كثير كثير عم نرجع لورا. بقى بيجينا ليستات وفي رهبات بكم مناطق بتلفن لنا بتقلنا مثلا في عندي عيال كذا بدهم عايزين مساعدات. بقى في عنا بينيفول بيروحوا لعندهم بيشوفون بيعملوا لنا ليستا من اللي عايزينهم نحن بنبعث لهم وبنجيبهم لعنا اذا ريلي ذي نيد تو كام يعني. عم بتقولي لي نحن بنبعث لهم نحن بنعمل لهم وبتقولي لي رحت على السوبر ماركت جبت. المبادره فرديه او في حدا عم بيساعدكم او حدا عم بيمولكم؟ لا ما حدا عم بيمولنا. كيف بتجيبوا الغراض؟ كيف بتساعدوا العالم؟ يعني اسم الله ديبو مليان حتى. ايه شفنا كمان الله بيبعت كثير.
لما العالم بتوثق فيك انه الدولار اللي بيفوت بيروح محل ما لازم بيكتروا. بعدين انا بعمل مرتين بالسنه حفلات بجيب يعني فيها بجرب يعني طلع فيها مصاري وبيجينا مساعدات، بس لانه بيعرفوا انه كل دولار يعني اذا اجى كيس سكر مثلا لقلك على المركز ممنوع يستعمل بالمركز، نعم هيدا ليتوزع. عرفتي انه هون كل شيء بيجي نحن بنشتريه لانه هيدا اللي بيجي للمحتاجين بده يروح للمحتاج. والصحون البيض يلي بيطلعوا من المعكروني بتعمل فيهم ارانجمونات بالسوبر ماركت بتعمل فيهم ارانجمونات كمان؟ لا هي قصه مهضومه. خبرينا يا شوي. هي اول ما فتحت كمان اجى عيد عيد الكبير، نعم، وكمان بدنا نعمل لهم شيء، شو بدنا نعمل لهم وما معنا مصاري وكذا، رحت على السوبر ماركت كان في ماركت معكروني ما رح سميها لانه ما بيحبوا الببليسيتي، يعطوا اثنين معكروني مع جاتو صغير بس مش ابيض، اصفر، احمر، اخضر، مثل موديل الكاجو هيك، مثل الموديل الكاجو، صح. حطيتهم جبتهم كلهم على الوثقه، كم خضار عندنا جبتهم. قد ايه ضليتي تعمليهم معكروني بس؟ لا عملت لهم لا وزعت كمان منهم بس طبخوا وهديك عملت لهم ارانجمنت لعيد الكبير فيه، حطيت معمول وشوكولا، يعني ما تكلفت ولا صحن ولا شيء، يعني راح الاغراض محل ما لازم يروحوا. اكيد في ميل عم يمرق هلا على الشاشه لحتى اي شخص بحب يساعد او اي شخص بحب يتواصل معكم لحتى يقدم مساعده بيقدر يحكيكم عبر الميل اكيد ويساعدكم. اجا كثير من الفنانين لعندكم، احيوا حفلات عديده، شو كان راي الفنانين وشو كان راي المسنين؟ اول سنه اجيت صباح، كان بدها تسافر ساعه واحدة بالليل واجيت لعنا، كنا بمطعم راس السنه، فاتت هيك لبسه احمر كلها بتجنن طالعه هيك، فاتوا شافوها كانه فايت شخص انه جاي من غير بلانات، غير يعني كوكب، صح؟ غير كوكب، يعني هلا هي صباح، قلن ايه هي صباح، هلا بقدر اقرا، فيك تقروها، يعني كان كانه مش مصدقين، مش مصدقين ميراكل، نعم كانه اعجوبه فاتت، اعجوبه فاتت لعندهم، وما بقى لها قلب، غنت لهم على ساعة ساعة وشوي وما بقى لها قلب تروح بدها تاخد الطيارة راحت عم بتدمع. بعدين رحنا كمان اجت لعنا لهون مدام ماجدة الرومي، ما بنسى كمان نفس الشيء، وكلهم قالوا لنا لما بدكم شيء، كل ما بدكم شيء تلفنوا لنا، ونحن كثير كثير تأثروا، نعم. واجا توني كيوان على المطعم، واجا حلاني حلاني كمان اجا غني لنا، اجا غني لهم لهم بس بالمطعم، ايه كثير حلو. نحن بنوجه لهم تحيه لكلهم، ايه فردا فردان، وبنقول لهم شكرا اكيد باسمنا وباسم كل المسنين. اليوم عبر الهوى حضرتك في شي فنان هيك بتحس انه المسن بحبه، الختيار بحب يشوفه مثل ما وقت شافه صباح هيك؟ اكيد بحبوا يشوفوهم كلهم، في مسيو حنا، توني حنا، توني حنا اذا بيجي بنتمنى ان شاء الله يكون عم بيسمعنا هلا ان شاء الله اكيد. هل في اي نوع من الحملات الاعلانيه قمتوا شيء باي نوع من الحملات الاعلانيه لحتى تضوا على الشغل يلي عم تشتغلوا؟ ما كثير، ما كثير، نحن شغلنا بنعمله بالمخفي، ومش بالمخفي مثل ما بتفكري، بس انه بنعمله عطاء، ما بنفكر مبين، لانه بنفكر انه كل شيء بينعمل هيدا لازم بينعمل بالسكات، يعني بهدف تقديم المساعده، يعني بتصير مش ضروري لحتى نفرجي شو عم بيصير، بس في كثير ناس بتحب تساعد على الاعياد وبغير اعياد، مزبوط، وبتعرف لمين عرفتي تتوجه، في كتير مزبوط جمعيات، بس مرات بتكون حابة تتوجه لمؤسسة ما كتير معروف، لأنه في كتير أكبر منا وبيعملوا أضواء أكبر ومعروفين أكتر، يعني مثل ما بيقولوا en français nous sommes une goutte dans un océan. ست ليلى مثل كل سنة بتروحوا على رأس السنة وعلى الميلاد، الميلاد دايما بيصير بالمركز، بيصير في خشوع وبيصير في تقديم هدايا وبيصير في سهرة عائلية. اليوم نحن كنا مثل عائلة، رح نشوف سوا هالريبورتاج وبنرجع منتابع ست الدنيا.
بعضنا داخل هالعيد. لبنان عندي شوفت بكل الدنيا، اتمنيت عيش العمر بحضن الهني. حب الوطن، حب الوطن اغلى اماني بالقلوب، والاماني كنز بقلب الغاني. وعالبنا لقونا بغربتنا، يا بلاش بعيدة بغربتنا. قال اطلعي على السما ودقي عبابه، قال اطلعي على السما ودقي عبابه، يجيك الرب فاتح لك عبابه. قال انزلي على البحر بتنشف عبابه، اطلعي على السما بيفتح لك بوابه. عفاكي الرب يا مريم عفاكي، طهارة كلها تحاوم عفاكي. قال إذا بحل إنعامه عشق عفاكي، لا ينخطف صخرنا وينبت عشاي. جبلكي وجبلكي وبقت الريحان بالعذر وجبلكي. هل باركي يا مريم العذرة عالي جبلكي، وجبل لبنان أغلى من الذهب. لك لا ضل حبك لا يختي ربنا، لا ضل
اختار ست ليلى لما بلشتي قالوا انه رح تفشلي صح؟ وي شو بتحبي توجي لهم كلمه اليوم؟ ياخذوا مثل مير تيريزا، ماني مير تيريزا، اوعى حدا يفكر، بس شوفوا مير تيريزا انا وينك وين مير تيريزا يعني انا ماشي، بس شجاعة بتاعت الاستمراريه والفولونتي والاراده والاراده، في ساعه من قبلكم ايام لحتى تاثروا على المعين طبعا المسن اولاده اخواته بتاثروا يعني مرات بتقولوا لهم ليش هيك عم بيصير او في شيء منجرب منجرب بس ما بعرف لما قالوا بيسكر بيسكر اه هيدا اذا مين بدك يشتغل مع في عند مرشد بير جورج بدر هو بيهتم بهالقصص اللي هي بدها مرشد يعني لانه بدها كثير معالجه بس جربنا كثير مع عيال وكان الزلمه يعني ينام برا على البلكون بالشتاء وبالصيف وفزعان من كنته كانه يعني ما ياخذ اكل اللي رح تاكل اياهم توفى هلا الله يرحمه بس انه في عذاب في مشاكل كبيره وخصوصا انه عندهم عيالهم كمان ما تنسي بعد في حلم ما حققتي حلم لدوميوس اكيد شو هو؟ حلم دوميوس انه اذا حدا عم بيسمعنا عندنا حلم نكبر شوي المركز لانه مثل ما سالتيني انت قد بيساع قلت لك بيساع ما هو مغيت بس قد ما مغيته انه في كتير بيحبوا يجوا بس ما فينا نستوعب كل الناس وحابب اعمل كنيسه بلزقه لكلهم يعني يجوا للمركز ومع كنيسه كنيسه صغيره كابيلا شابيل مش ضروري هالكاتدرال بس شيء صغير يبقى خشوعيه لكل شيء يتقدم لهم بلاش شكرا لك ست ليلى شعير ان شاء الله على طول مع طاقه ودائما الابتسامه على وجهك مثل ما بنشوفها هلا شكرا لك ويعطيك الف عافيه ميرسي يعطيكم العافيه ميرسي بوكو ميرسي لك كثير من الناس بيخلقوا وبتمن ملعقة من ذهب وبعيشوا برفاهية ترف ومال والعدد الأكبر بيحرم حاله من الرفاهية لحتى يشتري ملاعق عادية إنما مليانة كرامة ومجبولة بالعرق والجهد والتعب ولأولاد ضيفتي بقول لهم ما تصدقوا إنه في مرة بالعالم رح تخاف عليكم أكثر من الأم اللي ما عملت شيء بحياتها إلا كرمالكن قليل يلي بيعرفوا قصة إيفلين القاعي نحن اليوم ببيتها لحتى نسمع منها هي قصتها مدام إيفلين أهلا وسهلا فيك أهلا فيكم ست الدنيا أنت أرسيو ست إيفلين كتير أشخاص بيمرقوا بحالة مثل حالتك اليوم توفى زوجك وولادك كانوا كتير صغار يعني عندك ثلاث شباب الله يخلي لك يون هلأ صاروا شباب بتعبك وجهدك عندك ميشيل حنة ونصيف وتتوفى زوجك كان ميشيل عمره سنة حنة سنتين ونص ونصيف سبع سنين أنا توفى جوزي مريض توفى وما ترك لي شيء إلا رحمة الله مثل ما بيقولوا ولادي ثلاثتهم كانوا صغار بس الكبير كان مدرسة تركت مطرح مني قاعدة كنت وجيت قعدت مع أهلي لأنه كان شوي أولاد صغار وما في حدا يعيني قعدت شي ثلاثة أشهر عند أهلي وعم ببر مع شغل وهيك أخري توفقت بشغل قد ما تعبت توفقت الصغير ما عندي حليب وطعمه كانت ما عنده حفاضات وبتعرفي البيبي عنده طعومة عنده كل شي يعني وصل بالليل أقعد صلي مسبحتي وصير أبكي احكي له انت خلقتني انت دبرتني انت تركتني بهالوادي وادي الدموع بس ما تترك هالولادي يموتوا جوع وكتر خير الله بلشت اشتغل بالكفاءات اشتغلت بالكفاءات انا بفتخر بشغلتي اشتغلت بالميناج بفتخر انه طعمت ختيارية وقفت حد منهم ساعدتهم شيلهم وحطهم كان في ختيارية عند الإعاقة وساعدت أولاد معاكين كمان بالكفاءات عملي كان إنسانة ورجعت استأجرت بيت $100 حد بيت أهلي وصرت أعلم أولادي وصرت أشتغل ليش ما تزوجتي؟ كرمال الشباب افتكرت بأولادي أنه يوما ما أمي ما جابت لنا رجال
يعرضنا لعنف، يعرضنا لخبيط، يهتنا وكمان ما تجوزت لأنه الشباب بالبيت بده يطلعوا شباب متعلمين، شباب مصلحة يعني يقرفوا هالحياة، ما عندهم بي غير بيون يعيشن على الطرقات مثل ما أنا عم شوف، يعرضهم للسرقة، يعرضهم على إشياء الوساخة أنا ما حبيت. لا اشتغلت بالكفاءات بعدين شو عملتي؟ وليدي كان عندك ولد واحد بالمدرسة، رجعت تاني سنة اشتغلت، ما بدي سامي بتاني مطرح، كان ومطرح ما كنت عم بشتغل. ابني صار عنده عقدة نفسية الكبير. ليش؟ قالوا له امك بتشتغل، امك يعني صار يحكوا حكي للصبي امك بتشتغل مناش، وما كان عارف، ما كان عارف، كل فكره انه امه انه معلمه وعم بتساعد وهيك. كنت مستحيل يترج... ابنين انك تحكي بتخرق. ليش ما خبرت ولادك من الاول؟ لانه الاولاد ما بدي اخبرهم من الاول، لانه في وقت لخبرهم، في وقت لقعد احكي معهم. الولد في شغله بدي اقول لك اياها، حسب انا فهمتي مش كل شيء لازم يعرفه على الاهل، لازم من العشر سنين وبطالع يبلش الولد يتفهم المواضيع اكثر، الحياه اكثر. وكتر خير الله وعانيت كثير، عانيت كثير، حكمه سخونه. ابني 3 سنين قعد بالفرش، جاب لي دراسته على البيت، طلع الاول. ليش قعد بالبيت؟ بسكي طلع مع رفقاته، كانوا رحله مع الخوره وضربته سكي بإجره وغلطت حكيم كان قطش له إجره. هلا ولدك قد ايه فخورين فيكي؟ كثير. في ابني الكبير قال لي كلمه، ده قال لك امبارح حشيه، قال لي على التليفون، شو قال لك؟ قال لي ماما انا فخور، وانا اذا انا بدي اتجوز ربي عيله مش رح اكون مثلك كإنسانة، انا بفتخر فيك. وقليل الستات مثلك بالافتخار بالمحبة، هالعطاء اللي عطيتينا إياه ما حدا بيقدر يعطي هالعطاء. وحكينا كتير إشياء، تأثرت بكلامه كتير، وبصير ثلاثة بيحبوني، والنهار اللي بيجوا على البيت ما بيلاقوني بصير بدأ تقولي وينك وينك، حتى جمعوا جابولي أباري وخط ليبقى يسمعوا صوتي كل دقيقة حتى يدق تقولي. وإذا بكون لوحدي بالبيت كمان أمي شو عم تعمل؟ أمي شو عم بتساوي؟ كل دقيقة بحبوا يحكوا معي، وإذا بيسيبني شي بيخوته. الله يخلي لك ياهن. موصل لدقيقة، في دقيقة وفي كل شي، بس مصلحة البرتية مهمة. صدقيني بتيسر أمر الإنسان بكل شغلة. وبعدني لهلا عم بتعب. كان عندك 5 أولاد. بعدين صاروا 3، توفوا ولدين وبقي لك 3 شباب. وانا بدل اقول عندي 5 اولاد، لان هوديك شفيعين بالسماء، اذا ما سكرتهم كل دقيقه كان انكرت اولادي على الارض. نحن اليوم ببيتك، وبيتك ما شاء الله حلو ومرتب. كيف قدرت عملت هذا البيت؟ انا توفى جوزي، انسرق بيتي. هلا توفى جوزي، نمت على السفنجة 3 سنين مع أولادك. مع أولادي ما عندي ملعقة أطعمون. كنت عند أهلك؟ استأجرت بيت حد أهلي، صرت ملعقة ورا ملعقة أسست بيتي، وكله بالقصوطات. بتحب تقولي شي للمشاهدين اليوم يلي عم بالكل يلي عم بيشوفوك؟ بحب قلهم لو كان عندها رجال وجوزها توفى، لازم هي تجاهد توقف حد جوزها وتجاهد حد ولادها، شو ما كان في شي بقلب البيت، لازم هي تكون حكم لبيتها أكثر ما هو الرجال بيكون ببيت. لأولادك شو بتقولي له؟ بحب له لأولادي، أنا بحبهم كتير، وشفيني عمر بعطيهم وبوقف حدهم. أنت أمهم وبيهم وأختهم وخيهم وستهم وجدهم، وأنت كل شي بحياتهم. أنا جسر البيت اللي يكفوا مطرحي. وشوفيني عمر رح ضلني اعطيه، ولو تجوزوا وصار عندهم اولاد بكون مثال لاولاد ولاده. حلو، الله يطول بعمرك ست ايفلين. ميرسي مدام فيكي. وانا بشكرك. مشاهدينا، من وراء هالشهاده حياتي اللي انحكيت، ببقى في شيء قوله او زيده على ست ايفلين يلي هي ست الدنيا فعلا. شكرا لكم.